كابتن طارق، احنا معانا واحد من ولادك اللي انت صعدتهم الفريق الاول، وكل الناس دلوقتي بتشكر في مستواه، كابتن مصطفى شوبير. وارحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا ساره. ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ تمام يا حبيبي، الحمد لله. يعني تقول لنا كده يا كابتن مصطفى، يعني اهم التعليمات كده اللي كنت دايما بتاخدها واللي اتعلمتها من كابتن طارق. ما هو لو قلت، لو قعدت كده، لو معاكي وقت نقعد نتكلم لغايه بكره. اتفضل يا كابتن طارق. الراجل صاحب فضل عليا، هو اول واحد طلعني الفريق الاول، كان بطلب منه. طلعت انا واحمد طارق. كان عندنا يمكن 17 18 سنه، وكان ما كانش احنا بس، كان قبلنا كان بيطلع، كان في جوان ثانيه، كان في رمضان، كان في محمد طارق. على طول الكابتن طارق بصراحه في ميزه انه دايما بيختار الاجوان الصغيره تطلع وتاخد وتحتك وتاخد الخبره. ولو هنتكلم، لا، على التعليمات دي كتير جدا. انا بقول لك مش الوقت مش هيسعف. كابتن طارق مدرب كبير جدا ومدرب قدير جدا، وانا كان ليا الشرف ان انا اتمرن مع كابتن طارق. طبعا اكيد. كابتن طارق، ايه اللي بيميز كابتن مصطفى شوبير؟ مصطفى، انا يعني لما باجي اتكلم، والله الناس بتفتكر ان انا بقول الكلام ده عشان مثلا كابتن شوبير. مصطفى من الاجوان كويسه قوي قوي. الولد ما شاء الله عنده سرعه رد فعل ما شاء الله، يعني زي ما كنت بكلم على الشناوي، عنده سرعه رد فعل. مصطفى برده من الناس اللي عنده سرعه رد فعل غريبه، سريعه جدا. زائد كمان انه هو كمان مصطفى، الكلام ده انا بقوله هو من دلوقتي قبل ما حتى يلعب وقبل ما الناس تشوفه، مصطفى بيلعب تحت خشبات كويس قوي. زي كمان عنده سرعه رد فعل حتى برجليه. الحاجات القريبه اللي بتبقى محتاج، ما بتبقاش عندك وقت تنزل بايديك، فيبقى اقرب حاجه للكوره ايه؟ رجلك، سواء رجلك اليمين او رجلك الشمال. فمصطفى بيعملها بشكل كويس قوي، يعني مميز فيها جدا. مصطفى انا طلعته، انا يمكن انا اول واحد، ما انا مرنت مصطفى وعنده 8 سنين قبل حتى ما يخش النادي الاهلي بسنه، كان هو واحمد بيتمرنوا مع بعض. فباين انه في موهبه. حتى انا كان في بعض الاوقات كنت انا قابل كابتن شوبير في اي مقابله، اقول له مصطفى هيبقى احسن منك. فالولد ما شاء الله جول كويس جدا، بيحب التمرين قوي برضه قوي، على طول تلاقيه قبل التمرين بساعه تلاقيه موجود في الجيم، بيشتغل على نفسه كويس قوي، وهو مستني فرصه. زي ما بقول لحضرتك، هي كوره كده، جايه قريب طبعا. فالفرصه، واتمنى بقى ان شاء الله باذن الله، بعد برضه ما النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي ده يبقى في حسم الدوري البطوله ان شاء الله. وده كان بيحصل كتير، حصل يعني انا حسبنا الدوري اكتر من سنه ورا بعضها، كان كنا بيجي الحارس الثاني والثالث بيلعبوا. فاتمنى ان شاء الله ان علي يلعب وان مصطفى يلعب، لان مصطفى جول كويس. وعايز اقول برضو النادي الاهلي مش محتاج حراس مرمى. النادي الاهلي مش محتاج حراس مرمى، زي ما بقول لحضرتك، في الشناوي، في علي، في مصطفى، خامه مبشره جدا جدا، ولاد موهوب وعنده قدرات فنيه عاليه جدا. طب كابتن مصطفى، ان شاء الله برضو يبقى موجود احمد مع حمزه علاء، عشان برضو ما انساش حد، ما حدش يزعل. أكيد. ومع رمضان ومحمد طارق، فعندنا ما شاء الله اجوان كتير كويسه. فمصطفى من الاجوان اللي بقول لحضرتك عليها هيبقى له مستقبل كبير مع النادي ومع منتخب مصر. كل الناس بتشكر فيه. كابتن مصطفى، عايز اعرف منك برضو، يعني ايه طموحك الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، وباذن الله بعد حسم لقب الدوري يوم السبت؟ ان شاء الله احنا بناخد الخطوه بخطوتها. احنا ان شاء الله عندنا مهم الماتش اللي جاي قدام كبير من مصر، المقاصه طبعا فرقه كويسه. ان شاء الله هدفنا ان احنا نحسم الدوري ان شاء الله، عشان يبقى في اريحيه وتلعب من غير ضغط وتلعب من غير اي حاجه. وطبعا هدفنا الاول والاخير هو افريقيا. اللعيبه كلها والجهاز كله، كلنا على زي ما بيقولوا على قلب رجل واحد، ومستنيين ماتش افريقيا بفارغ الصبر. حتى يمكن الراجل نفسه قال لك انا مش فارق معايا تاجيل، مش تاجيل، احنا مستنيين ماتش في اي ميعاد. وده صح، فعلا بيحصل. احنا من ساعه ما رجعنا بنحضر للماتش، هدفنا للدوري، وان شاء الله باذن الله نخلص الماتش اللي جاي، وهدفنا بعده على طول طبعا افريقيا. ده الهدف الاكبر لينا وحلمنا كلنا، يعني حلم كل ان شاء الله. احنا بنتعب وبنجتهد في التمرين، وربنا ما يضيعش طعم حد. ما فيش اي ضغوط على اللعيبه يا كابتن الفتره دي، يعني منه فكره الحسم اتاخر ماتش او كده؟ خلاص يعني احنا الدوري شبه محسوم باذن الله. لا، ما بصي، ما فيش حاجه بتقدري تقولي شبه محسوم غير لما تخلصي الموضوع نفسه، وكل حاجه في ايدك انت مش مستني هدايا من حد. بس انا قصدي انه ما فيش اي ضغط على اللعيبه، اللعيبه مركزه في التدريب. السنه اللي فاتت، والكابتن طارق كان حاضر معانا الفتره دي، كنا برده ممكن نحسب في ماتش الاسماعيلي، وبرده التاجيل اتاخر لماتش المقاولين. كان ربنا بكل تاخير وفي اخير ربنا اخرها، بالعكس استمتعنا اكتر مقاولين، وكان روحنا كانت عاليه، كسبنا بعدها الزمالك، وكان كنا كويسين جدا. فما تعرفيش الخير فين وهتيجي امتى، بس هي هتيجي ان شاء الله في الوقت المناسب. اكيد يا كابتن، واكيد بنتمنى انكم تفوزوا بافريقيا باذن الله، يعني ده هديه الجماهير كلها. كنا بنتكلم يمكن يا كابتن مصطفى على بس يعني نقطه قالها مصطفى. حضرتك بتساليه بتقولي له يعني الدوري شبه محسوم، رد عليك قال لك ايه؟ قال لسه الدوري في الملعب، مفيش حاجه اسمها محسوم غير لما ناخده رسمي. ده اللي احنا اتعلمناه كلنا، صح، كجهاز فني، كلاعيبه، كاداره، كما يعني كل النادي مفيش حاجه اسمها اتحسمت، حتى لو باقي هدف.
هنلعب عشان نجيب الهدف ده، هنلعب عشان نجيب النقطه دي، رغم ان باقي 7 ماتشات. ما ينفعش انا كراجل موجود في النادي كمسؤول او لعيب او 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 جهاز فني او مجلس اداره أكيد. ما تحسمش الدوري ان شاء الله، يتحسم الماتش اللي جاي باذن الله، باذن الله ان شاء الله باذن الله. فده ده هو ده هو ده العقليه بتاعه اللي احنا بنتعلمها من الناس اللي موجوده. ده بيوصله لنا الكلام ده. زي ما قلت لحضرتك، مجلس الاداره، من اللعيبه اللي موجوده، من الجهاز الفني، خد بالك المنظومه كلها ماشيه كده. يمكن كابتن مصطفى كمان كنت بتكلم مع كابتن طارق على قد ايه مركز حراسه المرمى ده بيبقى حساس جدا وصعب جدا وفي ضغوطات كتير. ازاي كابتن يعني بتتعامل مع الضغوطات دي؟ مبدئيا يعني برضو انا من اول فتره طلعت فيها خالص مع كابتن طارق، او مش من اول فتره، من اول يوم لينا في النادي الاهلي حتى في القطاع ده، انت بيطلب منك البطوله دايما. انت بتلعب على المركز الاول دايما، فانت طالع انت مهيئ ان انت بتلعب تحت ضغط. انت بتلعب في احسن نادي في مصر، واحسن نادي في افريقيا، واحسن نادي في الشرق الاوسط، واحسن نادي عربي. فانت طبيعي ان انت مطلوب منك دايما المركز الاول. يعني التعادل في النادي الاهلي بيبقى زي الخساره. احنا بالنسبه لنا احنا من تحت متربيين على كده، مؤسسين فينا من زمان ان التعادل زي الخساره، احنا بنلعب دايما على المكسب وعلى المركز الاول. فانت بتبقى طالع بتبقى مهيئ للاجواء دي، طبعا بيبقى في ضغط، وطبعا الدنيا بتبقى اشتهله زي ما الناس فاكره، بس في الاول وفي الاخر انت لعيب نادي اهلي، طبيعي يبقى انت تستحمل الضغوط، وطبيعي بيبقى في انتقادات، طبيعي بيبقى في كل حاجه، وبتستحمل عشان خاطر الناس لو زعلانه زعلانه بس عشان عايزاك كويس وعايزاك تكسب. انا بس يمكن في موقف، انا لسه والله امبارح بتكلم حد معاه اللي كابتن طارق، اتفضل. لما حصل الدور بتاع ان الجهاز اتغير وكان كابتن طارق ساب النادي، كان في يومين قبلها، وكابتن طارق برضه هيفتكر كلامي ده، انا الموقف ده لازم اقوله. يومين قبلها كان اتبلغ ان كابتن طارق ان في مدرب حراس اجنبي جاي، مظبوط كده يا كابتن؟ مظبوط يا مصطفى، تمام. فاضل يومين ثلاثه في التمرين بالظبط على حسب ما افتكر يعني. كابتن طارق يا جماعه والله العظيم ربنا يشهد على كلامي ده، عمل احسن ثلاث تمارين عملهم من فتره. يعني حد تاني كان ممكن يفكر ان لا، او ان انا خلاص ماشي، او يعتذر ساعتها. الراجل كان شغال لغايه اخر دقيقه في النادي، يعني اكنه مكمل، اكنه هيكمل الموسم ومهيئ للناس. يعني احنا كنا زعلانين وهو زعلان جدا، بس هو مبين لنا ان لا عادي، وده النصيب ومش ده النصيب، لدرجه ان احنا كان في حفله وداعيه كان كابتن شريف اكرامي كان عاملها له لما جبنا التورته، احنا زعلانين وهو بيبتسم لنا ان لا عادي وده النصيب، وركزوا محدش يزعل واللي جاي احسن، وسدوا حيلكم مع الراجل. ويمكن لغايه دلوقتي الكابتن طارق معانا على تواصل وبيكلمنا، ولسه انا وهو حتى كنا مكالمه من قريب وبيكلم على طول. مصطفى بيتواصل معانا، بيطمن علينا، حتى لو محدش فينا بيسبب بيتكلم، تلاقي الكابتن طارق رافع سماعات التليفون وبيتصل وبيطمن علينا. فدي شهاده برضو بقولها، لسه مكلم عليها حتى لطفي النهارده. يا كابتن مصطفى اكيد هو دايما بيقول انه انت ابنه، يعني من واحد من طبعًا ابنائه. دي حاجه اللي انا من وانا زمان انا واحمد طارق علاقتنا من واحنا عندنا 7 سنين مع بعض، فانا متربي في بيت كابتن طارق اصلا. لا هما الاثنين اصحاب، وهما الاثنين زي الاخوات بالظبط. يعني في اوقات كتير جدا كان بيبقى مصطفى موجود مع احمد في البيت في مدينه نصر، واوقات كتير قوي كان احمد بيروح لمصطفى في وادي النيل في هنا في مهندسين. فهما ما شاء الله، هي منافسه يا استاذه ساره زي ما قلت لحضرتك، ما كان زمان ما كان في كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير ومنافسه، وكابتن ثابت بيلعب اوقات شويه ويخش كابتن اكرامي يلعب ويخش كابتن شوبير، هي كده الكوره يعني. ما هو مصطفى مش ممكن هيبقى لوحده، يعني حتى لو مش موجود احمد طارق هيبقى موجود سين، هيبقى موجود عين، هيبقى وهي منافسه. وفي النهايه بتبقى المنافسه كلها في صالح النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضرتك كده، اللي بيلعب وربنا موفقه، زي دلوقتي كده ما هو الشناوي بيلعب، هتلاقي علي في ظهره، هتلاقي مصطفى في ظهره، والولاد معاه على طول، وهيقولوا الجو يعني هيقولوا احسن جو لازم يتهيأ لحارس المرمى من الموجودين كلهم، من مدرب الحراس ومن الحارسين اللي موجودين. نادرا جدا لما تلاقي مشكله. ليه؟ احنا في النادي الاهلي دايما بنبقى كلنا زي الصوره دي كده وانت بتدربهم هما الاثنين يا كابتن. احمد ومصطفى مع بعض، دي برضو طبعا دي بعد ما طلعوا بشويه، بس زي ما بقول لحضرتك، هي زي ما بقول لحضرتك هما الاثنين بيحبوا بعض قوي، وهي منافسه شريفه يا استاذ كابتن صار. مصطفى لسه معايا صح؟ معاكي. يعني عايز اسالك برضو، مين قدوتك في حراسه المرمى يا كابتن؟ كبره مصر طبعا في كتير. بصي قصه ان انت تحدد قدوه واحد بس، ما شاء الله برضو كابتن طارق طبعا عارف الكلام ده. تيري تشيجن، هو بيحب تيري تشيجن ولا لسه ما قالش؟ بيقول لسه. بيحب تيري تشيجن طبعا، كاداء، كحركه اللعب بالرجل، كالحاجات دي، ده دي الكوره الحديثه زي ما بيقولوا. فطبعا الحاجات دي بتفرق مع اي فريق واي مدرب، بيحب الحارس اللي بيلعب برجله كويس ورجليه الاثنين زي بعض. فانا بالنسبه لي تيري تشيجن طبعا، طبعا مانويل نوير في الاول طبعا اكيد حاجه يعني اسطوره، يعني الواحد لازم طبعا ياخدها فوضى. كنا بنتكلم على قد ايه المنافسه بتبقى مين في مصر يا مصطفى؟ مين في مصر يا مصطفى؟ اوعى اوعى. لا هو كابتن محمد الشناوي طبعا، وكابتن علي لوتي، وكابتن احمد شوبير طبعا. كابتن شوبير يا ابني. شوبير السابقه يا ابني، كابتن شوبير جول كويس يا ابني. طبعا.
كنا بنتكلم على ان المنافسه صعبه قوي يا كابتن مصطفى في مركز حراسه المرمى، ولكن برضو في الاخر فكره التيم الواحد او الفريق الواحد هي اللي بتضغى. تاني كده معلش. كنا بنتكلم على انه قد ايه المنافسه صعبه في مركز حراسه المرمى، وانه بيبقى في حارس مرمى بيلعب فتره طويله وحد في الاحتياطي، ولكن برضو فكره الفريق الواحد في الاخر هي اللي بتبقى بتضغى، يعني انه احنا فريق واحد ومش مهم الاول مين يلعب، المهم ان احنا نكسب الماتشات دي. طالما انت بتجتهد في تمرينك ومركز في تمرينك، انا برضو كنت سامع كابتن طارق بيقول لك لازم الحارس وهو بيتمرن بروح كويسه. ليه؟ لانه هيتمرن وهو يعني زعلان متضايق حاجه زي دي هيتعور، دي فعلا ده اللي احنا عارفينه في الكوره. تمام. وطول ما انت بتتمنى الخير لزميلك كده كده لما تلعب التوفيق هيبقى معاك. فده الطبيعي، وده اللي اتعلمناه، وده اللي اتعلمناه في النادي من واحنا صغيرين. وبرده ده يعني اللي برده كابتن شوبير معلمولي من زمان، يقول لي من زمان لعبت ما لعبت زي ما لعبتش. انت بتتمرن وبتعمل اللي عليك خلاص. فعشان كده بقى كابتن طارق يعني نقطه زي دي فعلا حاجه زي دي لما حاجه زي دي تتزرع فيك من وانت صغير انت بتتربى عليها. فخلاص انت بتعود على اجواء من تحت تحت، كان انا العب احمد يلعب فلان يلعب مش مشكله مش فارقه، المهم نكسب. وابقى زعلان ان انا ما لعبتش طبيعي، لان انا عايز العب وعايز ابقى كويس. بس في نفس الوقت عايز هو كمان يبقى كويس ليه وللفرقه. اكيد. طيب عايز اسالك برضو ايه اللي ممكن يكون مدرب حراس المرمى يانكو ميشيل مركز عليه الفتره دي معاكوا يا كابتن مصطفى؟ هو مركز على كل حاجه من اول اللعب بالرجل لغايه يعني مش عايز اقول في نواقص، لان ما فيش نواقص. تتكلمي معاكي ما شاء الله احسن جول في مصر واحسن جول في افريقيا محمد كابتن محمد الشناوي. فما فيش نواقص، انت بتزود معايا هو الفكره. وان طبعا كابتن الشناوي بيستجيب بسرعه جدا من ايام كابتن طارق ومن قبله ومن قبله، هو حارس كبير جدا 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 طبعا ما اقدرش انا اللي اتكلم عليه يعني. فهو الراجل بصراحه شغال بيتعب معانا في التمرين، كل يوم تمرينه بتلاقي دايما تشكيل في التمرين واشكال مختلفه وانواع مختلفه. والحمد لله دي النتيجه بتبقى باينه على كابتن محمد. وركلات الجزاء برضو يا كابتن مصطفى، يعني كنت بتكلم انا وكابتن طارق انه ازاي بيبقى مهم قوي ان حارس المرمى بيتوقع اللاعب ده هيلعب الكوره يمين ولا شمال. يعني كابتن طارق كان بيقول لي ان الركله اللي صدها الشناوي في مباراه الاتحاد هو كان عارف وهو بيتفرج على التلفزيون انه هيحطها على اليمين وان الشناوي هيرمي نفسه على اليمين. بس مش على طول يعني بتوقع صح يعني. هو الفكره كلها بتبقى نسبه وتناسب. وكمان انت بتبقى متفرج على اللعيب من قبلها لعب فين، يا ترى هيغير المره دي ولا لا. فهي بتبقى زي ما بيقولوا مدارس. وواحد مثلا زي كابتن طارق عنده من الخبره ما يكفي ان هو شاف دي قال لك لا هيترمي هنا وده هيحطها هنا. حد متوقع وحد عنده خبره وحد وحد. وممكن ممكن يعني نسبه زي ما قلت نسبه وتناسب، ممكن مثلا 70 30 ال 30% اللي تغلب على كل ال 70%. بالنسبه لتواصل متوقع بيبقى توفيق من عند ربنا. بشكرك جدا كابتن مصطفى شوبير، والحقيقه بتمنى لك التوفيق، وباذن الله نبارك لكم قريب على بطوله دوري وكمان افريقيا باذن الله.